بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة نحكيو على الإشيطمون كاتم الصوت هذايا نتاع لوفيتو، فما نتاع لوفيتو نتاع سبيريت دي نوفولي بالكاتاليزير، هذايا نشاهدو فيه الكاتاليزير. هذا الكاتاليزير هذايا نعملولو ثلاثة نقبات في صورة ما يتسد يولي فيه برشا كلامين، نوليو نعملو ثلاثة نقبات نتاع ماش 12 ولا 13، هاكو ثلاثة نقبات باش ميوليش برشا حس فيها. نعملو نقبة صغيرة من هنا ماش دي 6 ولا دي 7، ما ندخلوش بيها برشا، السيباراسيون هذيا برك ننقبوها. بطبيعة باش يتقسلنا الجعبة هذيا تاع السورتي الاخراني، شو نشاهدوا فيها في الصحفة التلانية كي نضموها لبعضها. ماذا بينا معناتها نحطوا نعملوا مونشون صغير هكا، جعبة صغيرة باش ما يعملناش الحس. ندقوها لهنا، شاهدوها بالكدا، وبعد نضموا الصحفة البرانية في وقتها. شوفوا كيفاش تركب هاكا، دخلت معانا. وبعد نسوديوه، نزيدو ندخلو شويه فرسي، وبعد نسوديوه باش يولي معاش يعمل لنا الحس. هذا لي شابون معناتها كاتم الصوت نتاع سبيريت النوفو. واو كيف كيف لوفيتو زاد فيهم نوع هكا. والسلام.